السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نصيبوا واحد الكلاص اقتصادي وساهل بزاف، كل شيء يقدر يحضروا. اول حاجه نحضروا الكراميل. عندنا مقله، كاس ديال السنيده، كاس ديال العنبه ديال السنيده باش نحضروا الكراميل اقتصادي. هذا الكلاص كل شيء كل اللي يقدر يحضروا على عافيه مهيله. انا درت تحت ديال هاد القزديره وشعلت لي عافيه مهيله. وعندنا لاموس ديال الفاني، هذه غادي نطربها مع نسيطره الحليب، راه دايره في المجمد يكون بارد بزاف. واللي ما عندوش هذه واللي ما عندوش في النطاق اللي هو فيه كيدير البديل هاد كريم شونتي او كيدير قشده طاريه. ان شاء الله يذوب الكراميل هو الاول، نخليه يدفى. ما تنحركوش، ما وريتكمش، ما تنحركوش حتى كيذوب كامل من الجناب، كتبقى السنيده الفوق. من بعد كنحركو حتى يذوب كلشي، ما كيبقاش السكر. عاد كنزيدو عليه جوج ديال ياغورت مسوس بدون سكر باش ما يجيناش حلو بزاف. دابا صافي كل السكر داب، غادي نزيدو جوج ياغورت مسوس وشويه لا تحرقوا. واخا كيتحجر ماشي مشكل. صافي مبقاش فيه، مبقاش محجر، صافي غادي نخليه يبرد. غادي نحط فيه النار، غادي انا خويت هاديك لاموس ديال الفاني، غادي ندير على نسيطرو ديال الحليب بارد كان في المجمد. هي ملي تنديروها بال في العادي تنديرو ليها غير ربع ديال الحليب. صافي غادي نطربها ان شاء الله. هذا الشوكولاط ذوبتو، الشوكولاط الابيض ذوبتو مع شويه د الزيت، راه دفى. شحال؟ 20 قطعه، 5 دراهم ديال الشوكولاط مربعات، مين فيه 150 غرام. داك اللي تيشريو الوليدات ب 4 دريال 20 فرنك هو هذا. دير معاه شويه الزيت وراه خليته شويه دفى. دابا غادي نزيدو هنا كريم هذا الكراميل اللي صايبت، واخا باقي نشوف. صافي دفى، خصناش نزيدو السخون باش ما يذوبش لينا الكريم. صافي ومن بعد ما طربتو شديت هاد الاطار وغلفتو في الجناب، الطبسيل هو غلفتو باش يجيني ساهل باش نحيدو. صافي بسم الله. زين، عندكم اختياري اللي بغيتو، بغيتو ديرو اللوز مهرمش، ديرو كاوكاو، اللي بغيتو ديروه ديروه. بسم الله، غندير شويه ديال اللوز هنا مهرمش محمر ومهرمش بقشورو، شويه ديال البسكويت او مقطع. اختياري اللي بغيتو ديروه. هذا شوكولات مربعات مقطع،
هذا شكلات صطيفات. صافي ونقادوه وغادي ندخلو المجمد. على الاقل خصو يبقى شي 6 سوايع او ليله كامله باش يكون مزيان يشد راسو. صافي غادي نغطيه وندخل المجمد. ها هو الكلاص، نتمنى يعجبكم. جلديت بزاف وزينته بهذوك الصطيفات واللوز اللي بقى ليا والكراميل. الا ما عندكمش الكراميل غتاخذوا داك ياغورت كراميل وكتزيدوا فيه شويه ديال الحليب وديروه في شي بلاستيكه وديروا به خطوط. بالصحة والراحة، حاولوا تجربوه، راه هذا وقته. نتمنى يعجبكم ان شاء الله. انتما شوفوا كي جا حاولوا تجربوه ان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اقتصاد.